تأثير المنطقة وانعكاسه على البيئة الشعرية. يعني هلا مثلا البدو بنحكي لهجاني عندنا في الأردن لهجاني، ومثلا بنيجي على في كتير قريب منه لصحراء سيناء نفس الشيء، الصحراء الأردنية المهجنة لهجاني. الآن لما نيجي مثلا لفلسطين انتوا ايش تحكوا هالمناطق البدوية؟ الشعر السامر، السامر والدحية في بعض المناطق، السامر في بعض المناطق، الدحية في بعض المناطق، الحداء والحداء. نعم. طيب هلا كم المنطقة إلها انعكاساتها والبيئة على الشعر الشعبي بشكل عام؟ يعني كيف بتخلق؟ اسمح لي تفضل. احنا عندنا هنا البدو إن طربوا وقالوا ردحا فهو هجيني، وإن فرحوا وعم الفرح فهذا دحية. يعني لازم تقوم ناس البدو توقف الصف الأردن أو بالنقب في صف الدحية، وهو يختلف عن السامر. رح أوضح لكم الفرق. الدحية ليش بيختلف السامر عن الدحية؟ السامر هو لون فلاحي بحت، لا علاقة للبدو فيه ولا علاقة لأهل الحواضر والمدن فيه، هو فلاحي بحت، بحيث أنه إذا قيل كان يبدأ أول كلامي بصلي على النبي الهادي. نعم. هذا هو السامر. محمد اللي عليه النور بزيادة مسيك بي، وهكذا حكي. هذا كان الغناء. أنا اثنين ثلاثة يكونوا بالصفان وصف غيرهم شباب الكبار يغنوا، يردوا عليهم نفس الحكي. نعم. ريحوهم يعني مع سحج إيقاعي بالفطرة، لا كان في أورج ولا كان في أدوات موسيقية. تخيل انه هذا اللون السامر كان الفلاحين قبل ظهور الشعراء والحداوي والزجل يحيوا ليلتهم كامله فيه. هذا مثلا، هذا السامر فقط. نفس الشيء في مناطق الجنوب الفلسطيني في بئر السبع، في رهط، في رشراش، كان هذا اللون البدوي نبطي اذا قالوه شعرا، ودحيه اذا كان في فرح زي ما حكيت لك، وردحن اذا كان بهجاني. ايش يعني؟ يعني ممكن الهجاني تدخل في الندبه والرثاء، وممكن تدخل في الحزايني، وممكن تدخل في، صحيح، ممكن في الفراق وفي الحبيب وفي الوصف وفي كل شيء. طبعا هاي الالوان في منها الايقاعي وفي منها السماعي وفي منها المنبر القصيدي. زي ما نقول هون بضل الشمال الفلسطيني، اختص هذا اللون الشمال الفلسطيني بلونين، هي العتابه والحداء، تحديدا الحداء. وصل العتابه من فلسطين لباقي البلاد زي ما حكيت لكم، بنفس الوقت الحداء ما انتقل اسرع. لماذا؟ لأنه كان قائم على الارتجال بحت. يعني ممكن أنا أفكر ببيت عتابة وأقوله في قاعدة أو بمهرجان أو بفعالية. لازم نسمع.